مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة المحمدية. كما كتلاحظوا من هذه الصورة، هذا واحد الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تحرم من القفة الرمضانية، والعمل ديالو طالب معاشو رغم المعاناة، رغم يعني الحياة اللي كيعيش، ولكن كيخرج كيقلب على راسو، كيجيب القوت اليومي ديالو من بعد الوفاة ديال الأم ديالو. يعني بقى عايش مع الاب ديالو، مع الزوجه ديال الاب ديالو. يعني الحنان ديال الام ماشي بحال الحنان ديال زوجه الاب. وكاين بعض النساء الله يعمرهم الدار، يعني كيحنوا في الوليدات، يعني شوف الحياه كيف دايره، صعيبه عليه، ما حيلش يخرج بهاد الكروسه هذه اللي كيجيب بها القوت اليومي ديالو، ما حيلش يجلس يقابل صحته. يعني حالته صعيبه وصعيبه بزاف، غناخذوا اكيد تفاصيل على اللسان ديالو باش اكثر يشرح لنا الحاله اللي عنده. السلام عليكم. السلام خويا. واخا اشرح لي الحاله ديالك، كيفاش بدات؟ واش من صغرك كنتي مريض ولا تكبرتي؟ لا من صغري خويا، ولا بحال كبرت انت مريض؟ مريض، كتسواني في السبيطار ديال الشال الخويا. يعني كتسواني باقي كتسواني في السبيطار؟ لا ما بقاش تسواني، صافي حيدوا السبيطار ديال الشال، صافي ولاو حولوا في جيت نهضه. حولوا جيت نهضه، ما بقيتش كتقدر تمشي؟ لا دابا انا كبرت، دابا كما تتكبر في واحد العمر صافي تيحيدوك. واخا شحال في العمر ديالك؟ دابا انا في عمري 48 سنه. 48 سنه؟ اه 48 سنه. وخدام كتجي يوميا تخدم؟ اه يوميا يوميا، هذا هو الحال ديالي. وقلت لي كاين نهار اللي ما كتدخل فيه حتى شي حاجه. ايوا واش غادي تدخل؟ اللهم كاينين الناس المعسلين تيجي تيجي عند اللعبه تيقول لي اجي لك شي بريكول اجي نخرجو. بريكول؟ بريكول جوج بريكولات خارج. بريكول شنو كتخرج فيهم البريكول؟ بريكول ديال السيكاري، الخشب ديال السيكاري يعطيك 10 دراهم، ولا مرأة تعطيك 5 دراهم ولا 10 دراهم. يعني كتبقى تجمع 5 دراهم 2 دراهم باش تطلع نهارك؟ اه باش تطلع نهارك. ودي الخدمة ديالك، ما كاينش شي خدمة أخرى خدمتيها؟ ما كاينش شي خدمة ديالك، كنت تنخدم مع مالي الحوايج، ما بقيتش خدام مع مالي الحوايج، ما كافينيش السارة، داري لك 3600 السيمانة. 3600؟ السيمانة ما كافينيش، درت طلب معاش. طالب معاش، جبتيها الكاروسة شريتيها وكاديتيها؟ اه صايبوها لي الدار وكاديتيها. خدام بها؟ واخا زعما رجلك ضاراك وايدك ضاراك، يعني ما هذاك الشيء الاراده ديال الله، الحمد لله فضل الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا كي كدير الجر تقول انت عيان ومريض؟ الا كنت ثقيل، الا كان ثقل بزاف كثير ما تقدرش انا نهزو، خاشه ديال السيكاري شي حاجه خفيفه خفاف صافي، اما لك الطوابل ولا هذا لا خويا. يعني الحاجه الثقيله ما كتهزهاش نهائيا؟ ما كتهزهاش، بحال دابا يدخلوهم الصنادق ديال الدجاج ما ندخلهمش، غير العيالات خارجه العيالات خفاف صافي، جوج خفاف ثلاثه خفاف صافي، دير لهم دارهم ولا حتى الطاكسيات صافي تجي في حالاتهم، تشد تقول بسم الله والله قسم الله. كتجي بشكل يومي هنا من الصباح حتى الليل؟ دابا بحال دابا لقيتيني خويا غادي نمشي. دابا كتبدا كما قلت لك، كتبدا من الصباح حتى من الصباح حتى الصباح حتى الثلاثه ولا الاربعه صافي. وشحال قلت لك كاين النهار اللي ما كدي فيه سرير؟ كاين اللي ما كاين النهار اللي تجي فيه، بحال دابا الشتا والبرد ما تخدمش على الشتا والبرد، بقى مريح. الشتا والبرد انا حيت مريض ما نقدرش انا نخدم في الشتا والبرد. يعني الشتا والبرد نهائيا ما كتخدمش؟ لا ما كتخدمش. وشكون اللي كيصرف لك ملي كتكون كاز؟ الفلوس اللي كانت الجامع شي حاجه هي اللي تنتصير بها صافي. يعني كنتي جامع شي حاجه كتصير بها؟ اه تنصير. وغادي كما كان الحال، غادي يعني انسان الصحه ناقصه ومع ذلك خدام على وحدين اخرين بصحته وجالس في الدار. اه اللهم بك ولا مشيت ولا مشيت تفار ولا مشيت تبريس، اللهم بك الحمد لله. واخا قلت لي القفه هي ما توصلتيش بها؟ الحمد لله على كل حال. قلت لي حتى القفه ما توصلتيش بها؟ الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله على كل حال. هذه هي سنه الحياه، مازال الخير في الدنيا. الحمد لله. مازال ولاد الناس وبنات الناس اللي كيشوفوا من الحال الدرويش وكيتعاونوا مع الدرويش، حتى انت كما قلتي راه ماشي واحد اللي باقي صغير. الحمد لله على كل حال. مجوج ولا لا؟ لا ما مجوجش خويا. يعني عايش حياتك بوحدك؟ لا ما مجوجش، ما مجوجش. ما يدوش. تزوجت بغيت نخطب ولكن قال لي الزواج، قال لي واحد السيد قال لي هو واعر عليك الزواج. الزواج اللي كانت الصاله زوينه وتكرفس الناس وتكرفس معها. انت ما بغيتيش تكرفس معك حتى شي واحد؟ اه تكرفس على دي دوبها مشكله. يعني تجلس معاك غدير وليدات غتولي عندك ميزانيه، غتولي مصروف عندك يومي، ماشي قادي خاصك تجيب لها الماكله، خاصك اللبوس، خاصك بزاف ديال الحوايج، خضره، القفه، القوت ديالك ما نعيش، بحال دابا الدجاجه هو دابا وصل 20 درهم الدجاجه غالي بزاف.
نحو 300. انت ديال راسك مخور، اما تجوشي يعني حاجه اخرى بزاف. مع تستعمل الفاليد دي باكين تدير 2300 تشري، ما شريتوش 200 يعني دابا كلشي كديرو انت براسك. الحمد لله على كل حال. وحتى الام اللي قلتي غتحنفك ولا يعني توفات الله يرحمها، الله يوسع عليها ضائقه القبريه وجميع المسلمين اجمعين يا رب العالمين. حنا نتمنوا من الناس اللي كيشاهدونا انهم يتعاونوا معاك في شي بيعه وسريه، لما لا تتزوج كما غنتي يكون كل لقيتي شي مدخول يعني قار عندك شهري راه غتزوج بحالك بحال الناس. ولكن انت فكرتي لهاد بنت الناس اللي غتزوج بها وتعذبها معاك ما بغيتيهاش. كرفسه وحشومه، خاصك بنت الناس راه مسؤول عليها، ما تجيبها تهلا فيها، ماشي تجيبها حاطها امانه، خاصها هي باغا تلبس باغا تخرج باغا اي حاجه ما تحرمهاش. كاين اللي كيتزوج كيقول ماشي مشكل غنتزوج. لا الزواج خاصك لا خاصك تهلا فيها، اي حاجه تهلا فيها، ماشي الزواج على سبيل الزواج، الزواج راه خاصك تجيبها، خاصها تشوف بغات والديها تفرحها، تشوف والديها في العاد، العيد الكبير، باش تبين لها انت راجل قادر على الرجوله، ماشي ومريح وتقول راه قادر، لا اللي تخدم عليك، لا انت اللي خاصك تفرض الوجود ديالك، المرأة ما خاصهاش تخدم. هادو هما الشيام ديال الرجال. انت اللي خاصك تخدم، المرأة ما خاصهاش تخدم. والله يكثر من مثالك ونتمناو الناس اللي كيشاهدون عبر المباشر انهم يتساعدوا معك في هذا الشهر الكريم، يوقفوا معك باش انك دير واحد العمل قار يكون مدخول عندك مستقر، ولما لا ديك الساعه ملي تقاد الامور تجوج وتدير وليدات. اما الخدمه ديال طالب معاش وانت عندك 48 سنه يعني ما بقاش جيت عندك انك تخدم هذه الخدمه هذه، وفي نفس الوقت حتى الصحه ديالك ما كتساعدكش انك تخدم، يعني كون كنتي غير بصحتك ولكن الحمد لله كما قلت. الحمد لله على كل حال، كل ثقلات من الرحمه ديال الله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. نتمنى الرساله تكون واضحه، حنا حطينا الرقم ديالك، حنا حطينا الرقم ديالك اسفل الشاشه، حيت انت ما حافظش التليفون ديال ما حافظش التليفون، اضطرينا ناخذه من عند السيد باش نحطوه. اللي غيتواصل معك راه غيتصل بك، ان شاء الله لما لا يوقفوا معك الناس في هذا الشهر الكريم ودير شي بيعه وشريه. وتنت دير مستقبلك ودير وليدات تنت، حيت اكيد ما عرفتش شكون اللي صابق، واش حنا ولا ناس اخرين، ولكن الاهم انك تنت دير علاش ترجع. والله يدير لي فيها الخير. امين خويا. وكتفي بهذا القدر المشاهدين والمتابعين، ولنا نلقى في من بعد، والسلام عليكم.